نروح بقى لأجواء المعسكر، بعثة منتخبنا الوطني في الكاميرون، ردود الأفعال إيه بعد القرعة، بعد مواجهة السنغال، بعد ما اتقال إن المواجهة صعبة؟ هل هم شايفين برضو إن المواجهة صعبة، ولا عندهم ثقة في أنفسهم وهيقدروا يعملوا مباراة كبيرة؟ تعالوا نروح لزميلنا العزيز حسن غنيمة عبر زوم من الكاميرون. يا حسن صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير عليك زميلي العزيز المتألق دائما كابتن كريم رمزي، تحياتي لكل مشاهدينك الكرام. الحقيقه انا موجود معاك من مدينه دوالا من محيط معسكر منتخبنا الوطني. الحقيقه كريم النهارده اليوم كان دخم الحقيقه والاحداث اللي موجوده، سواء القرعه المؤهله للتصفيات النهائيه لكاس العالم قطر 2022، او النهارده كمان كان اول تدريب لمنتخبنا الوطني هنا في مدينه دوالا. لكن خليني اقول لك كمان كريم انه النهارده الحقيقه يعني كان اول تدريب قوي جدا جدا هنا لاستاذ جابوما اللي هيستضيف المباراه. اللاعبين النهارده خلال المران استقبلوا يعني خبر ان هم يلعبوا مع المنتخب السنغالي، والحقيقه كان في هناك حاله من الثقه ما بين اللاعبين والجهاز الفني ان هم يقدروا يعدوا اي فرقه مهما كانت، لان اي فرقه مهما كانت قويه احنا كمان مصنفين واحنا فرقه كبيره. منتخبنا الوطني المنتخب الاجباري عامل له مليون حساب، المنتخب السنغالي كمان عامل له مليون حساب، لانه فريق كبير وليه تصنيفه، واحنا بالجد والاصرار والعرق داخل الملعب نقدر نتخطى اي صعاب، ودي دايما بتبقى ابرز كلمات من كيروش للاعبين خلال المحاضرات الفنيه والنفسيه التي لا تتوقف تماما على مدار اليوم. لكن بقى خليني اقول لك الاحاديث اللي بتدور ما بين اللاعبين والجهاز الفني بعد تصريح خبر قتل المنتخب السنغالي. بالتاكيد اللاعب عندها ثقه او عندها قلق، القلق اللي هو القلق الصحي ان احنا نقدر نتخطى اي فريق مهما كان، وخاصه انه البطوله الافريقيه منذ بدايتها عودتنا فريق ما فيش فريق كبير وفريق صغير، المفاجآت بتنهال منذ بداية البطولة. شفنا المنتخب الزامبي بيفوز على المنتخب التونسي الشقيق ونتائج مفاجآت مع المنتخب الجزائري الشقيق، وبالتالي كيروش بيقول للعيبة إن إحنا هنلاعب المنتخب السنغالي أو الإجباري أو أي منتخب أنتوا شايفينه إنه غير مصنف، ما بقاش الكلام ده موجود، وخريطة الكرة الأفريقية اتغيرت بشكل كبير. النهارده في الأول مران لمنتخبنا الوطني على الملعب الفرعي لاستاد جابوما، ما كانش امبارح بالرغم من وصول منتخبنا الوطني امبارح الى مدينه دوالا، والحقيقه كانت رحله شاقه جدا بالرغم من انها لم تستغرق سوى نص ساعه او ساعه الا ربع فقط في الجو، الا انها كانت صعبه بكل كوانسها. اتعودنا الحقيقه منذ بدايه البطوله انه دايما في تضارب كبير جدا في المواعيد، يعني لما يجي يقول لك مثلا انه الطياره تطلع الساعه 1 بنبقى عارفين انها تطلع الساعه 3، لو التمرين الساعة 2 بنعرف انه هيبدأ الساعة 3 وهكذا، يعني دايما المواعيد مش متظبطة، وده اللي خلى اللعيبة يفضلوا منتظرين في مطار يوم دي لأكثر من ساعتين منتظرين الطيارة في حتة ضيقة جدا والجو حر، وده أدى لإرهاق اللعيبة. ده مش كده وبس، ده كمان بمجرد وصولهم لمدينة دوالا اللي هتستضيف مباراة مصر وكوت ديفوار، بمجرد وصولهم لدوالا الحقيقة كمان الشنط اتأخرت 3 ساعات، وده اللي أدى إن كيروش يقرر انهاء التدريب او الغاء التدريب امبارح، وبالتالي الفرقه اكتفت فقط بتدريب بسيط جدا في قاعه صغيره جوه الفندق الحقيقه المتواضع جدا في مدينه دوالا، ويعتبر هو فندق اوضتين وصاله، فندق صغير جدا يعني لا يرتقي ان فرق البطوله تنزل فيه الحقيقه. بالتالي النهارده كان اول مران، شفنا كمان خلال المران بقى يعني احمد فتوح بيعود مره اخرى للتدريبات الجماعيه، وخاصة بقى ان من اللعيبة الرجالة اللي دايما عايزة تشارك بشكل اساسي في المباريات، ويمكن ده ظهر كمان لما تم استبعاده من مباراة السودان اللي فاتت، عاوز يرجع بسرعة. النهارده أول تدريب جماعي أحمد فتوح، وبالتأكيد خلال 48 ساعة إذا كان متاح طبيا بنسبة كبيرة أو بنسبة 100% هيكون الأمر مشاركته أساسية في مباراة كوت ديفوار، بالتأكيد يا كريم هيكون في إيد كيروش، وان هو يعني منتظر كده التقرير الطبي النهائي الخاص بيه. كمان يا كريم على الجانب الاخر شفنا الونش كمان بيواصل تدريباته التأهيلية، ولكنه حتى الان لم ينضم تماما
الى التدريبات الجماعيه. واضح انه في منافسه كبيره جدا النهارده خلال التدريب. لا حسن كل حسن عايز اسالك سؤال مهم. بعد اذنك. طيب اتفضل. دلوقتي الونش كده على كلامك يبدو كده انه مش هيلحق مباراه كوت ديفوار. السؤال هنا لو الونش ما لحقش مباراه كوت ديفوار هل يعود ايمن اشرف لمركز المساك سنتر باك ولا هيكمل بمحمد عبد المنعم واحمد حجازي؟ ده لا في حاله عوده فتوح طبعا على الشمال. الحقيقه الكريم يعني من خلال رؤيتي للتدريب النهارده، كان واضح جدا انه عامل اكتر، ان كيروش عامل اكتر من سيناريو. السيناريو الاول في حاله عوده احمد فتوح لقياده الجبهه اليسرى، برضو محمد عبد المنعم هيكون هو قلب الدفاع او المساك بجوار المخضرم احمد حجازي لاكثر من سبب. السبب الاول انه محمد عبد المنعم من اللعيبه اللي عندها قوه بنيان جيده جدا ما شاء الله عليه، وبالتالي ده هيبقى قوي في التدخلات القويه والبدنيه مع لاعبي كوت ديفوار، وخاصه ان المهاجمين الايفواريين بيتمتعوا بطول القامه زي محمد عبد المنعم هو طويل القامه، وايضا بيتمتعوا بقوه البنيان. عشان كده هو بيفضل انه محمد عبد المنعم يكون موجود في ظل، يعني مش هقدر اقول ان الموضوع مستبعد ان الونش ما يلعبش، بس الموضوع صعب شويه يعني. الونش عشان يرجع يعني لسه قدامه يومين ثلاثه عشان يبدا يشارك في التدريبات الجماعيه، فبالتالي كيروش بدا يحط السيناريو ده ان محمد عبد المنعم خلاص هيحجز مكانه كقلب دفاع بجوار احمد حجازي، وكمان عشان هو عنده حساسيه اللعب في المركز ده وخاصه بعد تالقه في المباراه اللي فاتت قدام السودان، وبالتالي محمد عبد المنعم اعتقد بنسبه 95% هيحجز مكان قلب الدفاع بجوار احمد حجازي. لو في حاله عدم عوده احمد فتوح قبل مباراه كوت ديفوار اعتقد انه كيروش هيحتفظ بايمن اشرف في نفس الجبهه اليسرى، وخاصه انه ايمن اشرف ظهر بمستوى متميز جدا امام السودان وهو من اللعيبه القتاليه داخل الملعب، وبالتاكيد المباراه دي محتاجه لعيبه قتاليه من الدرجه الاولى عشان يقدروا ان هم يحققوا طموحات الجماهير المصريه ان شاء الله في تخطي عقبه كوت ديفوار يا كريم. بالتاكيد الزميل العزيز حسن غريمه من الكاميرون انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما مفيد ودايما رائع جدا في معلوماتك، انا بشكرك شكرا جزيلا.